ايوه يا داليا، ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. ما عندكش فكرة التالكس بتاعك وصل في الوقت المناسب ازاي؟ التحويل هيوصلك بعد يومين ثلاثة، تحلي كل المشاكل وبعدين تعرفي تاخدي نفسك. هو انا لسه هستنى هنا يومين ثلاثة؟ انا مصر وحشتني قوي، كل الناس اللي في مصر وحشني موت. وانا اللي كنت فاكرك جامدة وست اعمال مية مية. يا سلام، طب ما انت اكبر بيزنس مان في الشرق الاوسط، عايز تفهمني ان ما عندكش ناس بتحبهم وبيوحشوك لما بتبعد عنهم؟ لا ليا، بس اللي ليا ما بيلاقوني مشغول، يعني بيقدروا ويعذروا. انا ما بكلمش عنهم هم، انا بتكلم عنك انت. ازاي بتقدر تركز في الشغل كده وانت بالك مشغول بحد تاني؟ وانت بقى مين اللي شاغل بالك لدرجه اني لغي التركيز عندك في الشغل والمصلحه؟ ايه، مش سامع. بقولك انت مين اللي شاغل بالك لدرجه انه داليا، انت جرجرتيني لكلام الناس الرايقه اللي ما عندهمش هموم ولا شايلين حمول. طب ما ترمي شويه من حمولك دي عليا، ترتاح وتريحني. حمول اكتر من اللي انت فيها؟ طب يعني سدي على اللي عندك الاول. طب ما تجربني على الاقل، تعرف انت غالي عليا قد ايه. الو. ايوه داليا، انت رحت فين؟ في همومي اللي ما بتنتهيش. ما انا قلتلك ارمي همومك عليا. كلام اسهل منه مفيش. انت لسه عودك اخضر، محتاجه تركزي عشان ما تتكسريش. انت ليه خايف تجرب؟ عمري ما عادش في وقت للتجارب، عشان كده بحب العب في المضمون واللي اعرف اخره قبل اوله. الدنيا بتتغير والواحد فينا لازم يطور من اساليبه مع تطور الزمن، علشان ما يديش للدنيا فرصه انها تديله ظهرها او تقضي عليه. مش نازل ولا ايه يا سعد؟ ايه، معاك تليفون ولا ايه؟ لا لا، المكالمة خلصت يعني. معلش أنا مطرق في دلوقتي. ولا يهمك. تصبح على خير. وأنت من أهله. بقول إيه؟ أيوة. خلي بالك من نفسك سعد بيه. وأنت كمان إن شاء الله. مع السلامة. إيه الأخبار؟ عايزة تشيل معايا. والله تشيل؟ مين اللي تشيل يا سعد؟ مين اللي قال تشيل؟ جريه رفقي جاي على اخر الليل فايق اتقسم عليه. يظهر انا بقى سامع تقيل ولا حاجه. مش مشكله، انت قاعد ولا جاي معايا؟ لا هنزل معاك طبعا. على فكره انا بكره الصبح هاجي متاخر، عشان كده سبت لك ورقه بالمواعيد المهمه مع السكرتاري. حاضر. بقول لك ايه، رايح فين؟ يعني اما اخلص من الحكايه اللي انا هعملها بقول لك عليها. يلا رفقي. سعد. نعم. بقول لك ايه بجد، مين هي اللي تشيل معاك دي؟ وتشيل ايه معاك؟ طيب انا بشوف شو بقدر اعمله. بابا عمول معروف. عن إذنك. نعم يا بابا. حكيوا معي من المختبر والنتيجة إيجابية. ألف مبروك، ألف ألف مبروك. يعني مبسوط؟ طبعا مبسوط، مع أنه رح تعمليني جدو أنا يعني. بابا أرجوك حاول إنك تقنعه نعيش هون، لأني لهلأ مش مقتنعة إني أترك روما وعيش بمصر. أولاً بعد ما جاب سيرة سفره، ثانياً بعتقد إنه سفره مش بإيده ونزوله على مصر مش راجع له. يلا فوتي بشري. طيب بابا إذا صار وكان بده توعدني إنك تحاول؟ بوعدك إذا بتوعديني إنه من بعد ما تبشري بتغيروا تيابكن، لأني عازمكن على العشاء برا. بوعدك. أوكي. صباح النور. معلش انا متاسف على التاخير، شرطة الدقي كانت زحمه قوي. ولا يهمك يا مدحت بيه، يلا بينا ناخد جوله بسرعه في المستشفى واحنا بنتكلم في الشغل. اتفضلي يا فندم. زي ما انت شايف كده يا مدحت بيه، المستشفى لسه بتتجهز وقدامه وقت على بال ما يخلص. بسم الله ما شاء الله، واضح انه هيبقى صرح طبي عظيم. همتك معانا بقى، انا محتاجه اربع عربيات اسعاف وعربيه لنقل الادويه.
بس الخطوه دي مش لسه بدري عليها شويه يا فندم؟ والله انا ست عمليه جدا، وزي ما قلت لك في التليفون من بعد الدكتور انس جوزي الله يرحمه وتوفى، وانا حياتي كلها شغل، يعني بشغل دماغي بيه 24 ساعه. يا هانم الكلام ده مش مظبوط، الواحد لازم يسعد نفسه عشان يحس ان هو عايش. بس انا سعادتي فعلا هتحصل لما احقق امنيه الدكتور انس جوزي، ان المستشفى اللي كنا بنحلم بيه يبقى حقيقه ويبقى صرح طبي زي ما بتقول. لولا ان الدكتور انس الله يرحمه في ذمه الله انا كنت حسدته على اخلاصك ووفائك ليه يا هانم. ميرسي، اتفضل. ما تفضلش ليه؟ دي بقى ان شاء الله هتبقى عامله زي الاجنحه الفندقيه اللي في فنادق الخمس نجوم. واضح ان المستشفى متخطط له بشكل اكتر من رائع. قولي لي يا دكتوره، انت مش محتاجه شريك هنا في المستشفى؟ والله بعد الدكتور انس جوزي الله يرحمه ما توفى، ما اعتقدش ان هلاقي شريك لا في البزنس ولا في حياتي الخاصه. واضح ان الدكتور انس الله يرحمه كان راجل عظيم. كان عبقري جراح، عازف شاطر، ملوش مثيل في مهنته. الله يرحمه الدكتور انس. انا معجب جدا بوفائك واخلاصك للدكتور انس الله يرحمه، ورغم اننا اول مره نتقابل النهارده، لكن انا حاسس ان هتجمعنا صداقه كبيره قوي. انا اصلي احب الوفاء والاخلاص. انا كمان مخلص جدا لزوجتي والاولادي. ربنا يخليك ليهم. اتفضل معايا بقى نكمل جولتنا، وبالمره افرجك على نماذج الاوض العمليات الجديده. العمليات؟ انا اصلي ما بحبش اوض العمليات خالص، لكن نتفرج عليها عشان خاطرك وخاطر الدكتور انس. انا اصلي بتشائم قوي من اوض العمليات. على فكره دي اول اوضه انا كنت حريصه ان اجهزتها توصل بسرعه وفاء للدكتور انس. اتفضل. الله يرحمك يا دكتور انس، الله يرحمك. اتفضل. وادي الاجهزه اللي انا قلت لك عليها. كويس قوي. سلامة يا بوز بنتي. هو انا مش قلت لك ان انا بتشائم من اوضه العمليات؟ برضو مش ناوي تنزل تشوف شغلك؟ ماليش نفسي اشوف حد ولا حد يشوفني. ليه بس يا باسم؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ وحياتك يا نرمين تسيبيني في اللي انا فيه؟ ازاي بس؟ وانا اول مره اشوفك في الحاله دي من ساعه حسام الله يرحمه. حسام الله يرحمه اكيد كان فاهم بابا، او على الاقل الدنيا اللي حواليه اكتر مني. انا مش هشغل نفسي بحاجه تانية وانا مش فاهم. متشكر يا مدام نجوى، اشكري لي الاستاذ محمد سعيد. العفو يا سعد بيه. مع السلامه. ممثله شاطره بس حظها قليل في الشهره. على كل مش هاخد من وقتك كتير عشان لازم يجهزوك للعمليه. عمليه ايه سعد بيه؟ انا شوف، انا جايب لك اشطر جراح في البلد عشان يريحك ويريح بنات الناس من شرك. ثانية لو سمحت. لا 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 لا، ما ينفعش كده. اوعى ايدك لو سمحت. خلي بالك اللي انت عايز تعمله ده جريمة وانا مش هسكت. بجملة الفضايح والجرس، شوف شغلك يا دكتور. استنى يا دكتور، هو هيعمل ايه؟ عملية هتخليك تمشي تبص في الارض كل ما تشوف ست حلوة. العملية هتاخد قد ايه يا دكتور؟ يا سعد بيه، سعد بيه، خلينا نفتح مع بعض صفحة جديدة. للأسف اخر كشكول عندي اخر صفحه منه خلصت امبارح. حظك وحش. انا تحت امرك، شوف ايه اللي يرضيك وانا تحت امرك، بس بوس ايدك. بلاش اللي انت بتفكر فيه ده يا دكتور. يلا انا فاضي للرغي ده. خليهم يسيبوا ايدي، ايد واحده بس يا سعد بيه. هطلع دفتر الشيكات واكتب لك الرقم اللي انت عايزه. انت جننت؟ رقم مين اللي تكتبه؟ انت ناسي انت بتكلم مين؟ العفو يا سعد بيه، بس ارجوك ارحمني، انا هعمل كل اللي انت عايزه. طب دفتر الشيكات فين؟ الجيب الشمال ساعتك. ايوه هو ده. اتفضل يا فندم. سبع شيكات بس؟ شوف، احنا لينا بذمتك 575,000 جنيه. دول هنكتب بيهم شيك استحقاق النهارده، هنلحق نصرف. حاضر. وهنكتب شيك تاني بمليون جنيه، ده هعتبره مؤخر صداق بنتي. اما بقيه الخمس شيكات هسيبهم لك يعني عشان تمشي شغلك. ايوه بس السيوله اللي معايا يا فندم ما تقضيش ده كله والله. شوف انا همضيك بدل الشيكات خمس وصولات امانه،
كل وصل بمليون جنيه. طبعا مش هتقدر تدفع، هحبسك. يخلص الوصل الاولاني احبسك بالوصل الثاني، يعني لحد ما نخلصه. ايه رايك؟ مش كده احسن من العمليه؟ احسن احسن يا سعد بيه. على كل الراجل اللي قدامك ده لا جراح ولا حاجه، ده كومبارس غلبان باليوميه. ما كنتش ضامن نتيجة العملية لو عملها. خد نبدأ بالشيكات. سيب ايده. ادي لي الشيك التاني وانا هكتب فيه الرقم. هنكتب الكمبيالات بقى بس بسرعة عشان المأذون مستنيك في غرفة الإنعاش. الشيك بتاعك قطعيه بايدك اللي كتبته، ومحدش بره العيله هيعرف بموضوع الجوازه دي، ومدحت مش هيضايقك تاني بعد الاتفاق اللي تم بيني وبينه. ورقتك منه هتوصلك في يومين ثلاثه بكتير. طلقني؟ ايه؟ ايه؟ زعلان عليه؟ بالعكس، انا مش عارفه اعمل ليه لحضرتك انك خلصتني منه. تديني مفاتيح الشركه والعربيه وتسمعي الكلام. انت محتاجه راحه، وابنك محتاج رعايه، وانا عندي اللي مكفيني. اطمن على العيله الاول عشان اشوف اللي واقف لي في الناحيه الثانيه من حياتي، ومستني لي على اي غلطه عشان يذبحني بسكينه غدره. يا سعد. ألفت، مشكلة هبة اتحلت. أخدت الشيك وطلقتها منه، وهاخد منها مفاتيح العربية ومفاتيح الشركة وهقعدها في البيت. أظن بكده المسألة تبقى أسهل عشان تقدري تاخدي بالك منها. عن إذنك. يا سعد انت كنت فين؟ قلقتني عليك. ايه خير؟ في حاجه؟ لا طمنا عليك، انت كنت فين طول النهار؟ اصل كلامك ليا الصبح خلى دماغي تودي وتجيب. تقابلت مدحت؟ مدحت ده خلاص صفحه انتهينا منها، يعني خلينا نشوف شغلنا وبعدين احكي لك كل حاجه. انتهينا وسايبني غرقانه في الشغل تحت لوحدي؟ ايه كله تمام؟ تمام الحمد لله. العمال اقتنعوا يدخلوا العنابر ويشتغلوا. عظيم. تسمعي الاستعراض العسكري. انا مش عارفه ايه المثير في وصف الطيارات والدبابات اللي انت بتسمعه ده. أنا مش عارف مالي من ساعه ما فتحت الراديو وانا قلبي مقبوض. يا ساتر. طب ما تطفي الراديو وريح دماغك وقلبك. ما هو بالمره تريح قلبك شويه. فهمت ليه حضرتك كنت مصر ان احنا نفتح حسابات بره. ابقى كذاب لو قلت لك اني عملت اللي عملته لاني متوقع هيحصل ايه. انا كنت حاسس بالخطر بس مش لدرجه اللي حصل. اللي حصل ده مصر ما عرفتوش الا ايام المماليك. وتفتكر حضرتك ايه اللي ممكن يحصل بكره؟ في الظروف اللي احنا فيها دي يقول لك يحصل كذا وكذا يعرف انه كذاب.
بلد داخلة على حاجة ما حدش عارفها. ومصر؟ ما يتخافش عليها. مصر هي الحب اللي بيتولد ويكبر معاك بالفترة. في الأول مالكش فيه اختيار، بس بعد كده بيبقى كل اختيارك. رغم أن القانون يؤكد في المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إذا لم تكن موثقة بورقة رسمية، إلا أن إقرار المرحوم فوز الدالي من خلال شهادة الميلاد أن طفل سعد فوز عوضين الدالي هو ابنه، وأن اسم السيدة رشا المنضراوي المذكورة في خانة الأم هي أم الطفل، فإن المحكمة تعتبر هذا التصرف اعترافاً من المتوفي بهذه الزيجة، وبناءً عليه حكمت المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية بينهما ونسب الطفل سعد إلى أبيه ورفض دعوى إنكار النسب، وبالتالي حق الأم وطفلها في ضم اسميهما ضمن إعلام الوراثة الشرعي للمتوفي بصفتهما. رفعت الجلسة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ فلوس ابني تتاخد باليمين وحق في مراس اخويا يتاخد بالشمال؟ ايه ده يا صفر؟ انا هذا هو يا سعد، بس انا نفسي اعرف يا متر الوقت الحكم ده نهائي ولا في استئناف؟ للاسف يا صفوت بيه، دي كانت اخر مرحله من مراحل القضيه وما ينفعش نطعم في الحكم تاني. يلا بينا. ترى مخبي ايه تاني يا فوزي؟ راح فين؟ وانت مالك يا رخم يا غتت؟ سعادتك ممنوع من الدخول. بقولك ايه، انا مش ناقصك، اوعى احسن والله. افتح نفوخك. افتح يا باشا، افتح يا باشا، البلد فيها حكومه واللي مالوش اهل الحكومه اهله. يا ابني انا مش ناقص من اهدى، اوعى اوعى، خليني اخش يا باشا. رشا هانم بتقولك باب التكيه خلاص اتقفل. خلاص هو نصب ولا سرقه ولا ايه؟ طب وهدومي وحاجتي؟ ما انت سعادتك لو كنت بصيت جنبك كنت هتلاقي الشنط بتاعت سعادتك موجوده. معاك عربيه يا باشا ولا اجيب لك تاكس ياخدك انت والشنط؟ ده يا تاخدك انت والست بتاعتك. الف مبروك يا نشوى، طبعا فرحت لك. بكره هتشوف المفاجاه اللي انا عاملها لك. القضيه القضيه خلصت يعني، اما اشوفك هحكي لك بالتفصيل. كلمي ماما وبابا في بروكسل عشان تفرحيهم. مع السلامه يا حبيبتي. نشوى خدت الماجستير بامتياز ومع مرتبه الشرف. كويس ان الدنيا لسه لينا عندها اخبار تفرحنا بيها. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك يا رفي. هيا بابا، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ يعني لازم نلتزم بحكم المحكمه. عموما انا جهزت كل الملفات الخاصه بورث المرحوم فوز الدالي، كشف حساباته واملاكه جوه مصر وبره مصر. بيتهيألي ده هيبقى اخر اجتماع تعمله مني. سيبوها وانزلوا تحت. ايه؟ مفيش اتفضلي يا مرات ابن عمي؟ الو، ممكن اكلم مدام رشا المندراوي لو سمحت؟ النمره غلط. الغلط مردود. على العموم اللي انا اتصلت بيها بالتليفون علشان نيها على حقوقها اللي رجعت لها تاني. انا شخصيا سعيد جدا انها بقت عضو في عيله الدالي. برضه النمره غلط، ما عندناش مكان للاشكال دي. لا بقى، سيب الحكم للايام. بقول لك ايه، يبقى فتح عينيك كويس وانت بتطلب عشان ما تغلطش الغلطه دي تاني. هيا مدام، اللي عندك قوليه بسرعه، عندنا اجتماع. هو مش حضرتك كنت في المحكمه النهارده وعرفت اللي حصل ولا ايه؟ مش انا بقيت شريكتكم ومن حقي احضر كل الاجتماعات؟ المستشار في المحكمه قال ان اسمك واسم ابنك هينضموا لاعلام الوراثه، ولما اعلام الوراثه يتعدل حضرتك اتفضلي تعالي خدي حقك وحق ابنك واحضري اجتماعات زي ما انت عايزه. بس لحد التعديل ده ما يحصل اوعي رجلك،
تعدت بباب المجموعة التحتاني، فاهمة؟ ده مكان ليه تقاليد. في حاجة تانية؟ الصبر. طيب يلا بينا يا أحمد بيه. ده إيه جبروت الولية دي؟ الحقنا يا ابن عم، الولية الفقر اللي خرجت رمتني في الشارع. تعال اتسند عليا. الله، بسم الله ما شاء الله. لا دي حاجة شيك قوي. هنا أحسن لك من الاستراحة ووجع الدماغ اللي هناك. وبكرة هخلي عم إبراهيم يشوف لك حد يقعد معاك وياخد باله منك. ربنا يجازيك عني كل خير يا سعد. أنا مش عارف أقول لك إيه يا ابن عمي. ما تقولش حاجة. مالك يا سعد؟ سرحت في إيه؟ لا لا لا، مفيش حاجة. أنا معاك يا ابن عمي. شوف يا سعد، أنا عارف إن أنا تعبان وإن الصحة ما عادتش زي الأول، لكن برضو أنا ليا في الإدارة. ما حدش طلب منك تتعب نفسك وتشتغل. أنا ما قلتلكش شغلني عندك يا سعد. أنت ليك حق، ليك حق إنك تشك فيا بعد اللي حصل وإنك متأمن ليش. ولا كلمة. أنت هنا في بيتك وما حدش طالب منك إنك تشتغل. استريح يا صفوت وريح اللي حواليك. يلا يا باسم. ما تنسانيش يا سعد، أنا ما عادليش غيرك دلوقتي يا ابن عمي. أنا كمان ما عادش فاضل لي من العيلة غيرك. فهمني يا بابا إيه حكاية الشقة بتاعت مدحت؟ ووصلت لحضرتك إزاي؟ وإزاي الشقة دي بقدرة قادر بقت بتاعته وهي أصلاً ملك الهيبة فوق شركتها؟ أنا اللي قلت لهم ياخدوها عشان يعيشوا فيها بعد الجواز. جواز إيه يا بابا؟ هو مش طلقها خلاص؟ بعدين إزاي ترضى الهيبة تعيش في شقة صغيرة زي دي؟ وهو ما جبلهاش ليه قصر ولا فيلا حتى؟ باسم ما تقلبش في مواجع، خلصت خلاص. خلصت ازاي وهي لسه في المصحه بتتعالج؟ والله اعلم هتخرج امتى. يلا روح انت على المجموعه عشان شغلي ما يتعطلش، وانا عندي مشوار صغير وهحصلك. سهلا سعد بيه. اتفضل يا فندم. اتفضل. الف مبروك. من قلبك؟ ما دام كل حاجه بالقانون روح بتبقى رياضيه. احنا طبعا كنا عاذرينك يا سعد بيه. كل اموال العيله كانت امانه في الابد، لو فرطت فيها ربنا يحاسبك. اتفضل. اتفضل. انا مش هاخد من وقتكم كتير عشان ما احرمكوش من فرحتكم باللي حصل النهارده. خلاص انت وابنك بقيتي جوه المجموعه زي بقيه العيله، بس ده يتطلب ان احنا نبقى ايد واحده. والمطلوب مننا ايه دلوقتي يا سعد بيه؟ انا مش هسالك انت عرفتي سليمان ازاي وليه حطيتي ايدك في ايده، لان ده مش من حقي، لكن اللي لازم تعرفيه ان سليمان ده جه مصر في مهمه خاصه، هي قصقصت ريش عيله الدالي لاسباب مش مهم تعرفيها دلوقتي. يعني المفروض ان انا امشي ورا حضرتك وانا عينيا مغمضه؟ عشان تكسبي وتحافظي على حقوق ابنك. ايه رايك يا متر؟ كلام الباشا واضح، والمطلوب تديله رايك. هتحط ايدك في ايده ولا في ايد الخواجه؟ ببساطه كده. في الحقيقه انا محتاجه وقت افكر عشان اعرف الصح من الغلط واعرف هقول هارد لك لمين. وانا جاي في السكه قلت انك هتحسبيها كده، بس عندي امل ان الاستاذ احمد يقنعك مصلحتك الحقيقيه فين. الراجل طول عمره قلبه عليك مش كده؟ اه